جلال. ايوه. انت من ساعة ما دخلت حياتي وهي اتشقلبت، انا مش عارف ادخل انا ومراتي. يا انا كنت من زمان عايز اقول لك الحكاية دي. ما تقلقش. ما تقلقش خالص. كل حاجة ليها علاج. ما تشربش كاكاو. نعم. ما تشربش كاكاو. كاكاو ايه؟ كاكاو. كاكاو ايه؟ بقول لحضرتك انت السبب في مشاكلي، انا بقيت اشوفك اكتر ما بشوف مراتي. طيب ما تشربش كاكاو. تاني هيقول لي كاكاو تاني. قوم افتح، قوم افتح شوف مين. انا مكسر. قوم افتح بس. افتح ايه؟ قوم ما تتنحش. ازيك يا روبي؟ اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل اتفضل. انت ايه يا جدع؟ انت ايه اللي خلاك تمشي بدري وتسيب الجنون كده؟ وبعدين انت ايه اللي معادك هنا اصلا بعد القلق اللي حصل ده؟ بقول لك ايه يا هلال، انت مالكش قاعده هنا. احنا ما نضمنش الناس اللي تسبب في سجنهم دول ممكن يسلطوا عليه حد او يعملوا معاك حاجه وحشه. هلال من الاخر كده بكفايه اللي حصل. انت هتيجي معايا البيت وتقعد عندي. انا ما برتاحش غير هنا يا دراز. عندي هترتاح اكتر ان شاء الله. حتى عفاف اختي هتفرح قوي لما تيجي معايا. انت كده يعني بتشجعني ان انا اجي معاك. هتيجي. انت سبت بيت بنتك؟ ليه كده يا استاذ هلال؟ ما ارتحتش هناك. خلاص. يبقى هتروح تقعد عند الاستاذ دراز زي ما بيقول، ومن بكره هيبقى معاك حراسه. ده لا لا حراسه ايه؟ لا 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 بلاش الحاجات دي، انا احب ابقى براحتي. مش هتحس بيهم، هو ده اللي لازم يحصل. وانا مش هتنقل من هنا الا لما تيجي معايا. طيب. في مشوار مهم هعمله انا ورؤوف وبعديها حاجه عليك على طول. مشوار فين؟ هوصل معاك البيت واصالحك على مراتك، وهفضل معاكوا لغايه ما اطمن انك انت تمام. انك انتوا يعني صالحتوا يعني. ايه تمام دي مش فاهم. ايه يا ماما؟ ده بيقول يا ماما. ايه يا حبيبتي؟ انا عندك في البيت. مراتك ضربة بوز ليه؟ ايوه ما احنا متخانقين يا ماما، احنا متخانقين. ليه كده بس يا ابني؟ خلاص خلاص خلاص، انا بعدت اجيب اهلها، بعدت اجيب اهلها، هنحل المشكله. خلاص يا ماما ارجوك. خلاص انا مش ناقص مشاكل ارجوك. يا حبيبي انا مش عايزه غير سعادتك. بقول لك ايه، تعالى وانا هحل لك الموضوع. ما انا جاي جاي دلوقتي جاي. مع السلامه يا حبيبتي. امك ست جميله والله. شاكر جدا يا استاذ. لا ست جميله وبان عليها طفصه ومجنونه. ربنا يخليها لك. الله يخليك. خربت بيوت هي. ها الأوراق فين يا جمال الزفت؟ العلاج جايب معاكي نتيجة وحالتك بقت أحسن. أنا عايزة أمشي من هنا، زهقت. هانت كلها أيام وتكوني خلصت برنامج علاجك. طب ما أكمله في البيت. ماشي. أخرجك على مسؤوليتي. ماشي. زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. سامع أمك يا رؤوف؟ ما تهدي شوية يا حاجة. هما لسه دخلوا عشان يخرجوا؟ وكمان ما دخلوش. هما ما عرفوش. ماما كده هتتعصب. مش دي اللي كلمتك وقالت لك لازم نحل الموضوع ده؟ عايزه تحله خالص. سيبك منهم يا استاذ وخليك معايا انا. ايوه ينفع
راجل يسيب مراته الليلة دخلته وينزل. يا خبر ابيض. لا لا طبعا ما صحش يعني. ايه حتى لو كان نزل بسبب شغل مهم يخص ناس مهمة؟ لا لو شغل مهم يبقى معذور الحقيقة. يعني ايه معذور يا استاذ؟ الاستاذ رؤوف زي ما بيهتم بشغله يهتم بمراته كمان. والله اللي اعرفه بقى اللي تحب حد تستحمله في الوحش قبل الحلو. وهو فين الحلو ده حضرتك؟ غلاوية او المراته. يرضيك يا استاذ واحد ما نعرفوش يتصل بيه في انصاص الليالي يقوم يسيب مراته وينزل؟ لا 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 ما صحش طبعا. ده مين ده يا رؤوف؟ ده يبقى يبقى كفايه كده قوي. بص انا هقول لكم على حاجه. رؤوف راجل محترم وبيحب بنتكم جدا وصابرين بتحبه، ومادام بيحبوا بعض يستحملوا بعض، مش كده يا رؤوف؟ مش كده اسمها ايه جاي صابرين؟ مش كده يا صابرين؟ لا مش كده بقى، مش كده بقى يا استاذ. وهي ركبت في دماغي انا هاخد البت دلوقتي ونلم هدومها ويلا على بيت ابوها علشان تعرف قيمتها. رؤوف لم هدومك وسيب لها البيت عشان تعرف قيمتك. لم هدومه ايه؟ اذا كان هو ببيته. ما تكبرش الحكايه يا رؤوف، يومين ثلاثه كده وتروح تجيب مراتك، ما تسيبها زعلانه. انت رايح فين؟ هوصلك واروح البيت يا استاذ سلام. هتروح البيت هتقعد لوحدك؟ لا انت تيجي معايا هنقعد عند الدراز. لا لا الدراز ايه بس، انا ما اعرفوش لدرجه ان انا اروح عنده بيته يعني. لا بقى انا اعرفه لدرجه ان انا ممكن اعزم اي حد ببيته، وبعدين ده مش بيته، ده بيت عفاف اخته. يا سلام على عفاف، يا سلام على عفاف، ملاك ملاك. ملاك دي مش ملاك. بقول لك يا استاذ هلال سيبني اروح بيتي، خليني على راحتي احسن. يعني ده اخر كلام عندك؟ حتى لو قلت لك على المصدر اللي بجيب منه الاواضي. مين بقى المصدر ده؟ انت مش كنت عايز تروح باين؟ لا ده انا بس اصلي هروح البيت اجيب تريننج عشان واحنا قاعدين عند الاستاذ دراز ابقى يعني قاعد على راحتي. هجيب تريننج. مين بقى المصدر؟ ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. شوفوا جمال الآية يا أخوانا، وفروا إلى الله يعني اهربوا من عذاب ربنا يا ربنا. فيه جمال أكتر من كده؟ معناها إيه؟ عايز تبعد عن عقاب ربنا قرب لربنا. كل ما نتقرب لربنا أكتر طول ما ربنا يرضى عننا أكتر وأكتر. قربوا من ربنا أكتر يا أخوانا. إيه؟ تعمل إيه؟ كنت بتفرج على فيديو. زيزو أنا بجد مخنوقة قوي ومش عايزة أفضل هنا. أنا عن نفسي خدت قراري خلاص، هرجع أعيش عند هيلو تاني. انا كلمت وعرفت ان عنده انكل دروس دلوقتي. لا يبقى بليز تاخدني معاك وما تسيبنيش انا لوحدي. ماشي خلاص اخدك معايا. يا سلام ربنا رزقني برجلين في ليله واحده، ما كنتش عارفه انك بتحبني قوي كده يا دروس. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. طب هلال نقول ماشي ممكن، مع ان بالنسبه له هو مستحيل مش ممكن، لكن رؤوف ده لسه عريس جديد. انا سامعاكم انتوا بتتكلموا معاه وعمال يشتكي ويقول انه عنده مشاكل قد كده مع مراته، اكيد اكيد هيطلقها. انت اتهبلتي يا عفاف؟ عايزه الراجل يطلق مراته عشان تتجوزيه؟ عايزه تبقي خربت بيوت؟ ركزي في اللي بتعمليه، ربنا يهديك. ركزي ركزي. يا مرحب يا مرحب، منورين والله والله منورين. معلش يا دراز يعني بتقلين عليك شويه. اوعى تقول كده، ده بيت اخوك يا هلال وضيوفك اصحاب بيت كمان. منور يا رب. الله يخليك فندم، الله يخليك. ايوه عماد. لا انا مش في البيت، انا عند عمك دراز. ما هو بيت دراز بيتي يا عماد، ما انت عارف احنا اصدقاء قدام.
العبارة فجأة. آه. وبعد كده فجأة رجعوا تاني. والخدمة هنا حلوة قوي قوي قوي. مع السلامة حبيبي، مع السلامة. هي مجنونة؟ مجنونة؟ تشربوا حاجة؟ كتر ألف خيرك، كفاية إنك أنت مستضيفنا في بيتك المتواضع ده أهلا. إيه ده؟ يوسف وهبي. أيوه نهى. مشهد حزف. أنا مش في البيت، تعليلي على بيت دراز. لا ما هو بيت دراز ده بيتي. وهاتي كمان الواد زكي معاك عشان يمكن أحتاجه في حاجة. ومنظور، هاتي منظور. بصي اي حد مش لاقي حته ينام فيها تي يلا. هو انت بقى مش هتحكي لي على القضيه اللي قلت لي عليها؟ هقول لك.